نعيم اليوم تحل الذكرى السنوية لوفاة أحد رجالاتي تبع عمران المرحوم الحاج عبد الوهاب الفقيه، فاللهم ارحمه واغفر له وطيب متواه. رجل سنة مرت كأنها البارحة، رجل سيبقى دائما في قلوبنا ودائما صورته تلازمنا. الرحمة له والصبر لنا ولعائلته وقاربه وجميع أحبائه في المغرب. شكرا لكم. طبعا احنا اليوم جينا كي سميتو اول حاجه قبل ما ندخلوا للمنزل العامر ديال المرحوم، جينا للقبر ديالو ترحمنا عليه وصلنا الرحم معه، وستكون ان شاء الله دائما هذه الزياره ليست بسنويه او كذا، ستكون دائما في اي وقت سنحت لنا الظروف باش نجيو نزوروا هذا الرجل في قبره. لان عبد الوهاب الفقيه، سي عبد الوهاب الفقيه نعرفوه عن قرب، انسان من رجال هذه المنطقه ومن طبع عمران، والله يرحمه والله يرزق ليه جنته الفردوس ان شاء الله. عبد الوهاب هو رجل من رجال طبع عمران، يعرفه الصغير ويعرفه الكبير، فهمتي؟ هو انسان طيب خلوق، ولد الناس، ولد الخيمه كبيره، ولد الدار كبيره، والحمد لله عبد الوهاب الفقيه سيبقى خالدا في ذكرى اي طبع عمران ويقليم سيدي فني. كفر بالحق تكمزه.